اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم نجوم المستقبل. حبينا اليوم من خلال هذا البرنامج بان نغطي بطوله الكويت للكيوكشن. هذه اللعبه لها حضور الان في العديد من الاكاديميات ومهتمه لتدريب الصغار وكذلك في الجانب التربوي. خلكم معنا وتابعونا بعد هذا الفاصل لنتعرف على احداث هذه البطوله. الفن القتالي كيوكشن كاي كاراتيه هو اصلا تربيه، كما نريد ان يكون هذا ديدا كل مدرب تكون له اليد، وهذا اللي قاعدين نشوفه ما شاء الله. مدربينا في الكويت لهم يد تربويه كبيره في هذا المجال. والحقيقة حينما يكون الكيوكشن تربية يكون النادي هو مكان أسرة، وهذا اللي صاير. ربما احنا في مقولة يقول لك رب أخ لك لم تلده أمك، وأريد أن أحيي هنا بعض أولياء الأمور اللي ويانا. الحقيقة أقول لكم كل صراحة، لولا هؤلاء أولياء الأمور اللي ويانا، لولا وقفتهم معانا لما صارت هذه البطولة، ونقدم لهم كل تحية. أس أريد أن أشكر جميع الحكام اللي بدونهم ما كانت هذه البطولة تتم، كما أريد أن أشكر جميع المدربين كوابتن اللي ما شاء الله ياو وتعبوا ويانا في الأخذ والعطاء، وأشكرهم شخصياً لتعبهم مع كل بطل أشوفه قدامي. نشوف في عيونهم في أخلاقهم التربية الأصيلة. أبي أشكر ناس كثار الحقيقة، كما أريد أن أشكر شخصياً سمباي مصطفى يوسف اللي أنا من لبنان، حييه أس. أخيراً أريد أن أحيي أخوي الصغير حسين محمد عبد الله اللي كنا نسميه قبل 20 سنة، ترى مو كبير هو صغير، كنا نسميه حسون الياباني. وجزاه الله خير ما قصر، الحين أصبح ما شاء الله اسمه كبير وأشهر منه، نشكره كثيرا. كما أريد أن أشكر أصحاب هذا المكان اللي ياما سنين طويلة نعرفهم من أكثر ما يقارب من 30 سنة. أعزائي المشاهدين، من أجواء البطولة والحائزين على المركز الأول، خلينا نتعرف على فئات العمرية واللاعبين في فئة 2008. بالبداية نتعرف اسمك. إبراهيم الملة. تعرف اسمك؟ عثمان خالص. إبراهيم، أشوف في يدك كاس وميدالية، أي مركز أخذ؟ الأول. الأول، قول لي هذه البطولة أول مرة تحصل أول، قبل البطولات شنو المراكز اللي حصلت عليها؟
أول بطولة خذيت المركز الثاني، اللي عقبها الثالث، بعدين الخمسة الأول. ممتاز. شو اللي خلاك تصير الأول؟ شنو التمارين اللي كنت تتمرنها؟ المدرب اللي كان يعطيك إياها خلاك تصير قوي؟ يلعب بوكسات علينا حيل يقوينا، يلعب على ريلنا. ممتاز. أنت لعبة الكيوكشن، شو اللي حببك فيها؟ في وايد ألعاب قتالية، ليش اخترت هذه اللعبة؟ تفيدني أكثر واحدة. ممتاز. أيضا عثمان بنعرف اليوم المركز اللي حصلت عليه، شو المركز اللي حصلت عليه؟ الأول. الأول من قبل أنت ماخذ الأول ولا هذا أول مرة؟ لا هذه رابع مرة. رابع مرة. أبي شو اللي خلاك توصل لهالمستوى؟ شلون قدرت تصير مستوى قوي؟ شنو التمارين اللي كان يعطيك إياها المدرب؟ كان يدربنا ويقوينا. بعدنا بنعرف في تمارين تحمل، انه يصير تتحمل الضربات اللي تيلي. زين بنعرف انت في اي عمر الحين حاليا؟ انت مواليد 2008، لكن كم عمرك الحين؟ سبعة. راح تستمر في هذه اللعبه؟ في العاب قتاليه ثانيه، كاراتيه وجودو، وفي ناس تقول ليش يلعبون الكيوكشن؟ انت شو اللي حببك في هذه اللعبه؟ ليش حبيت هذه اللعبه؟ لان ابوي جاء وداني فتدربت وشفتها حلوه فكملت. ممتاز. زين انت لابس ميداليه وبيدك كاس، نبي نعرف انت بالدراسه متفوق ولا لا؟ ممتاز. ايضا يا هني بالنسبه لك مركز اول وكاس، متفوق بالدراسه ولا لا؟ اكيد. احسنت، انا احب الثقه هذه يكون عندك، انك تقول اكيد ودائما ان شاء الله تكون متفوق رياضيا ودراسيا. ان شاء الله نشوفك بطل عالمي في هذه اللعبه وفي لعبه الكيوكشن، وتمثل الكويت في البطولات العالمية. إن شاء الله. إن شاء الله. يوسف أنا بعرف والدك ووالدتك يشجعونك على لعبة الكيوكشن، يشجعونك إنك تلعب بالبطولة؟ يشجعوني. حاضرين اليوم للبطولة؟ سمعتهم وهم يشجعونك ولا لا؟ يشجعوني. زين وأنت هذه اللعبة الحين أنت صغير بالعمر، راح تكمل فيها لين ما تكبر؟ راح أكمل. ان شاء الله نشوفك بطل لعبه الكيوكشن وتكون احد نجوم هذه اللعبه. النجم فهد خالد بدو، بالبدايه نبي نعرف اليوم ماسك بيدك الكاس والميداليه الذهبيه، من قبل اخذت المركز الاول ولا هذا اول مره؟ من قبل كنت اول، الحين يعني البطولات اللي قبل اخذت فيها المركز الاول؟ كم مرة أخذت الأول؟ ثلاث مرات أخذت الأول. أنا أشوفك لابس الحزام الأزرق، هذا الحزام الأزرق شنو الحزام اللي أنت تبي توصل له الحين بعد هذا الحزام؟ أزرق ذهبي. في حزام أسود تبي توصل له؟ إيه. ممتاز. زين كلمنا عن التمارين اللي قاعد يعطيك إياها المدرب، لأن أكيد ما صرت المركز الأول إلا في تمارين كان يعطيك إياها، شنو أكثر تمرين فادك؟ يعطينا هذا تدريب قوي لياقة. ممتاز. أنتوا أكاديميات هنا للعبة الكيوكشن، أنت تلعب في أي أكاديمية؟ إيه. الأكاديمية اللي تلعب فيها شنو اسمها؟ كاراتيه كيوكشن. الكيوكشن، بس أنا شفت هنا في أكاديمية البرقاوي، وأيضا أنتوا أحد الأكاديميات، لكن قول لي الفئة العمرية اللي أنت الحين قاعد تلعب فيها مواليد كم أنت؟ 2008. شو اللي حببك في هذه اللعبة؟ اليوم ماخذ بطولة وعندك الكاس، في ألعاب كاراتيه وجود، شو اللي خلاك تحب هذه اللعبة؟ كاراتيه كيوكشن. يعني أنت شلون عرفت عن لعبة الكيوكشن؟ شفت تعطيني هذا اللياقة. أنت بالدراسة متفوق ولا لا؟ أكيد شاطر. إن شاء الله طبعا تكون متفوق دراسيا ورياضيا. النجم عثمان بدر العميري، انا عرفت ان هذه اول بطوله، بالبدايه بعرف ايش كثر صار لك داش النادي؟ يمكن شهرين. شهرين، وشلون يعني كذي؟ انا بعرف شلون قدرت تفوز، شنو اللي خلاك تتشجع وتفوز، شنو التمارين اللي كنت تتمرنها خلال الشهرين؟ يعني نتمرن على الكيس وسنسي يوسف يدربنا، سنسي محمد كلهم.
ممتاز. انا بعرف منو كان موجود في البطوله اليوم قاعد يشجعك؟ ابوك موجود؟ منو اخوك موجود؟ قول لي منو موجود. ابوي واخوي وكابتننا واحد من النادي. شجعوك وانت تلعب بالبطوله؟ كنت تسمعهم ولا مركز باللعب؟ مركز باللعب واسمعهم. ممتاز. زين انت كم مباراه لعبت لما اخذت المركز الاول؟ ثنتين. ثنتين يعني قتالين لعب. زين قول لي انت الحين مواليد كم؟ 2008. 2008. الحين انت توك يعني شباب صغير، راح تكمل في هذه اللعبه ولا بعدين شوي وتبطل؟ ان شاء الله اكمل. ان شاء الله تكمل. نبي نعرف اللي يكون شاطر بالرياضه هم يكون شاطر بالدراسه. انت شاطر بالدراسه ولا نص نص؟ شاطر. ممتاز. ان شاء الله نشوفك متفوق رياضيا ودراسيا. نجم حسين علي من أكاديمية فريق المعتوق تيم. نبي نعرف يعني اليوم بطولة، أنا عرفت أن أنت لاعب بطولة من قبل، لكن قل لي شنو قدرت تحقق في البطولة السابقة؟ حققت البطولة المركز الثاني، وإن شاء الله البطولة حقق المركز الأول. ممتاز. طبعاً المركز الأول يحتاج تجهيز، كلمني إيش كثر صار لك تجهز حق هذه البطولة، وشنو أكثر التمارين اللي ركزت عليها في هذه البطولة؟ تقريباً كنت أجهز يقارب شهر، ومعده وضغط وجري، كنت اركض عشان اللياقه. ممتاز. يعني الجانب اللياقه هو اكثر جانب ركزت عليه. نعم. زين خلينا نتكلم عن يعني الفئه العمريه، انت اي فئه عمريه قاعد تلعب؟ مواليد 2001. 2001. اللعبه اللي خلال البطولات يعني انت تشوف عدد البطولات اللي قاعد تصير حق لعبه الكيوكشن مناسبه ولا محتاجين ازيد؟ لا مناسبه جيده. كم بطوله قاعد تلعبون بالسنه؟ تقريبا يمكن اربع بطولات. اربع بطولات. لعبه الكيوكشن انا قاعد اشوف انتم الحين شباب قاعد توجهوا لها، هي لعبه قتاليه لكن انا اشوف ان ايضا هي لعبه تضبط السلوك. تحس ان عندك يعني العصبيه الامور هذه تغيرت مع لعبه الكيوكشن؟ اي اكيد، تخلي اخلاقي زينه مع الناس، محترم. ممتاز. خلينا نتكلم على جانب الدراسه، دائما يقولون الرياضه تخرب على الدراسه. اليوم اجازه، الا ان نبي نعرف هل الرياضة هذه فادتك بالدراسة ولا ضرتك صراحة؟ لا لا فادتني ولا ضرتني، عادي. ممتاز. لكن ما تأثر على دراستك صح؟ لا منظم وقتي. ممتاز. كلمني شلون تنظيم الوقت مدامي بطاري تنظيم الوقت عشان غيرك يستفيد، شلون ننظم وقتك عشان ما تضيع دراستك كذلك؟ أرجع من المدرسة أتغدى وأحل واجباتي وأدرس بعدين أروح النادي. أخيرا اليوم بالبطولة هذه أكيد في منافس متوقع تباري، من اي نادي هو اللي خذ منك المركز الاول بطوله اللي طافت؟ والله ما ادري. هو موجود الحين ولا لا؟ ما شفته. طبعا راح يكون عندك الدافع اليوم تحقق المركز الاول اذا قابلته؟ ان شاء الله باذن الله. اللعبه هذه راح تستمر فيها اذا كبرت ولا فتره وتبطل؟ لا ان شاء الله استمر فيها لين الحزام الاسود. ان شاء الله تستمر الحزام الاسود ونشوفك احد نجوم هذه اللعبه ورافع اسم الكويت في المحافل الدوليه والعالم. ان شاء الله. النجم مبارك الحربي من فريق المعتوق تيم. نبي نعرف يعني اليوم بطوله، لكن نبي نعرف من قبل هل خضت بطولات قبل هذه البطوله؟ اي نعم خضت بطولات، بس يعني متمركز متاخر شوي. يعني ما قدرت تحقق فيها مركز؟ اي نعم ان شاء الله اعوضها. اليوم شنو الدافع بعد ما البطوله اللي طافت ما حققت مركز، شلون الدافع وياك؟ الدافع والله للامانه كبير لتحقيق البطولات يعني، والسيره الذاتيه بعد، وتحقيق يعني رضا الوالد. ممتاز. مبارك، انا بسالك عن شغله قبل اسالك عن تجهيز البطوله، لعبه الكيوكشن نسمع انها هي ايضا تضبط السلوك، هل هذا الشيء لاحظته على نفسك؟ كنت عصبي، هديت، كان عندك طاقه تحس انها قدرت تفرغها باللعبه؟ اي نعم، يعني قبل كنت اللياقه البدنيه كانت ضعيفه شوي، تحسنت للامانه قبل مثلا لما اي واحد يكون شد ودك كان يتعرض، الحين لا، عقلك تقول كبر، يعني قمت انظر للنظره يعني اكبر شوي. ممتاز. اذا لها ضبط بالسلوك. كلمني تجهيزك حق هذه البطولة، كم شهر تتمرن؟ شنو أكثر التمارين اللي ركزت عليها في هذه البطولة؟ والله أغلب التمارين يعني بالنادي، بالتزام بالنادي والتزام بالمعيد،
والحركات مثلا تطبقها بالبيت، ويعني الحركات الجسديه اللي تزيد اللياقه والقوه البدنيه. ايش كثر صار لك قاعد تتمرن حق هذه البطوله؟ والله انا ماني اسبوع، اسبوع ونص يعني اسبوع. لان انت اللعبه صار لك تزاولها ايش كثر؟ وتقريبا سنه. ممتاز، كلمنا عن يعني هذه اللعبه، في العاب قتاليه كثيره، اليوم نشوفكم تلعبون كيوكشن، في كاراتيه، في تيكواندو، في جودو، شو اللي حببك فيها؟ شو اللي وجهك حق هذه اللعبه؟ لعبه الكيوكشن تدرس يعني من بين العاب الكاراتيه انها القوه والتحمل، السرعه، الدقه، والكاراتيه عموما هي يعني اكثر من 16 لعبه. كل واحد يعني ميوله للالعاب المعينه. اتمنى لك ان شاء الله التوفيق، اخيرا هذه اللعبه راح تستمر فيها؟ ولا في ناس تلعب لعبه بعدين وقت تبطل تلعب اللعبه، راح تستمر فيها نشوفك فيها لين تكبر؟ والله نعم، وان شاء الله طموحي مدرب واكون افضل بعد مدرب. ان شاء الله نشوفك نجم قبل لا تصير مدرب وتكون رافع اسم الكويت في المحافل الدوليه والعالم. باذن الله. سلام. اعزائي المشاهدين، مثل ما عودناكم باخذ لقاءات مع اولياء الامور، اليوم ناخذ لقاءاتنا مع اولياء الامور مشاركين في بطوله الكيوكشن، ومع السيد نواف مندني والد اللاعب عبد الله ويوسف. اليوم اشوف يعني بطوله، وشفتك في البطوله شوي شديت، لكن خلينا نتكلم بالبدايه اختيارك لهذه اللعبه لهم رغم وجود العاب قتاليه عديده، ليش؟ اول شيء ابراز شخصيتهم واحتكاكهم مع اللاعبين، ما بس ابراز الشخصيه واحتكاكهم مع اللاعبين. لكن شلون شايف اجواء البطوله اليوم، خصوصا ان اللعبه يعني لها قله من البطولات، شلون نشوف اجواء البطوله؟ والله الجو اجواء حلوه واستمتعنا، وانا ولدي لعب خذ الثاني، وعندي ولدي الثاني ان شاء الله عبد الله هذا الثاني. خلينا نتكلم على هذه اللقطه، احنا شفناك اثناء البطوله شوي شديت مع الحكم، وصار يعني شو اللي يدفعك انك تشد مع الحكم؟ اول شيء قوانين البطوله، من كل بطوله كيوكشن يختلف قوانينها، فالبطوله هذه لقوا شغله ولدي لازم يلعبها فلقوها هني، فهذا اللي شوي خلاني اتنرفز ومجهوده لعب، صار له 6 أشهر يتمرن عشان يلعب هالبطوله وبس. يعني نقول الحماس شوي، الحماس الزايد هو اللي خذاني شوي. لكن تبقى الروح، تبقى الروح الرياضيه هي تسيد ال. ممتاز، خلينا نتكلم عن يعني توقيت البطوله، تشوفها مناسب في هذا الوقت خصوصا هم طلاب وعندهم ايضا الدراسه؟ يعني افضل وقت لان ماكو امتحانات عندهم الحين، امتحاناتهم بعد اسبوعين، فهذا افضل وقت لهم. هل راح يعني تسعى انهم يكملون في هذه اللعبه الى ان يكبرون؟ اكيد، هذه ثالث سنه هم يلعبون اللعبه هذه، ها، وانا مستمر معاهم. ان شاء الله نشوفهم متفوقين رياضيا ودراسيا ويحققون المراكز الاولى. الله يرحم والديك، مشكور ما قصرت، يعطيكم العافيه. السيد حمود مسفر والد اللاعبه مريم، انا خصيت هذا اللقاء، عاده ناخذ اولياء امور وفي العاب قتاليه الا ان اللي شد انتباهنا تسجيلك لبنتك، وشفناها تحصل المركز الاول وتباري الشباب، ما خفت عليها بالبدايه؟ لا والله ما خفت عليها، علشان هي دخلناها مع السنسي محمد البناي، فشجعنا هو في البدايه، شجعنا على اساس ان شو اسمه، على اساس انها هي راح تتطور شوي شوي يعني قدام يعني. ممتاز، انا قاعد اشوف من خلال الاعلانات اللي موجوده بالملعب ان الكيوكشن عباره عن تربيه، تغير في سلوك البنت او الولد، هل هذا الشيء قاعد تلاحظه على بنتك مريم؟ والله هي تعدلت وايد من ناحيه السلوك، من ناحيه الادب، من ناحيه الاكل، من ناحيه النوم، كل شيء تعدلت يعني باشياء وايد يعني. نبي بالنسبه لها هي يوم كانت جايه تشارك في البطوله، شنو كان يعني نفسيتها للبطوله، استعدادها، زعلت يوم اخذت المركز الثالث اليوم، شو اللي صار وياها؟ والله زعلت وايد. شنو كانت نفسيتها للبطوله يعني استعدادها؟ لا بالعكس، كانت تبي تلعب على المركز الثالث والرابع بس ما قدرت على المركز الاول. طبعا هذه بحد ذاتها انها تلعب مع شباب، هذا شيء يعني مميز لها، لكن ما خفت عليها من اللي صابه لعبه شوي قتاليه، ما خفت عليها؟ لا لا ان شاء الله، لا ما ان شاء الله ما اخاف عليها. لعبه فيها وسائل حمايه يعني قاعد نشوفها كافيه لهذه الخوذه اللي قاعد يلبسونها؟ والله بالنسبه لسنهم حاليا اشوفها كافيه انا. ممتاز، الان هي صغيره، هل يعني راح تحرص انها تستمر في الرياضه؟ لان دائما يقول الرياضه عباره عن ايضا
هي نوع من التربية راح تخليها تستمر في الرياضة ولا خلاص هي فترة معينة؟ لا إن شاء الله راح تستمر إن شاء الله وتكون الأحسن إن شاء الله. إن شاء الله نشوفها مريم متفوقة وتفخر فيها إن شاء الله رياضيا ودراسيا وتكون دائما يعني مفخرة لك ولبلدنا الكويت الحبيبة. إن شاء الله تسلم. أستاذ عبد الحميد الفيلشاوي لجنة منظمة في بطولة الكويت للكيكشن، اليوم نشوف عدد وحضور، كلمنا عن سير البطولة، يعني هل توقعتوا هذا العدد؟ كذلك كيف صارت البطولة؟ بداية نشكر تلفزيون دولة الكويت على هالبادرة الطيبة. أما بالنسبة للبطولة دائما النوادي يتصلون في بعض يقولون البوادر اللي بينهم إن إحنا نبي ننظم بطولة في اليوم الفلاني التاريخ الفلاني، الأعمار تتراوح من إلى، فيتم الاتصال مع النوادي الثانية وكل نادي يقدم اللاعبين اللي يبي يشاركهم ويتم الاتفاق مع النوادي ويتم تحديد الأعمار والأوزان والأحزمة. نتكلم عن يعني اليوم العدد الأندية وكذلك عدد اللاعبين، كون أنه أيضا ما يوجد اتحاد لهذه اللعبة إلا أن نشوف لها حضور الكويت، شلون نشوف حضور اللعبة بعد يعني وقت نقول أصبح هناك أكاديميات وعدد من اللاعبين؟ نعم، هذه كان الفضل من بعد الله حق الدكتور محمد البناي اللي سوى أكثر من شغلة، من ضمنهم تواجده في الأفنيوز مع اللاعبين اللي أشهر اللعبة، خلى اللعبة مشهورة، خلى الأطفال يعني يجون بكثرة، أولياء الأمور حبوا أن يجيبون عيالهم سواء صغار أو كبار، وصارت اللعبة شبه مشهورة لأن كان يوم الجمعة من الأفنيوز، وانت عارف العدد اللي بالأفنيوز، فصارت لعبة مشهورة من الأفنيوز بدت. أخيرا هل هناك كان تعاون من يعني الدول الشقيقة في ما يخص التحكيم أو أمور التنظيمية داخل هذه البطولة؟ طبعا، يعني مثل ما انت شايف في حكم جايين من لبنان، وقبل هالمرة كانوا في حكام جايين تقريبا على ما أذكر من إيران أو الصين، وفي عندنا اتصالات بين تركيا وإيران. في تقريبا السنة اللي طافت كان في لنا بطولة في تركيا. أخيرا هل تتوقع لهؤلاء الشباب الصغار مستقبلا يجيبون لنا بطولات تسجل باسم الكويت على مستوى العالمي؟ أنا أتوقع لهم إن شاء الله بطولات دولية ومراكز أولى، يعني ما شاء الله لا إله إلا الله عليهم، شوفهم أطفال صغار لكن لعبهم وقتالهم قتال كبار. أستاذ عبد الحميد كل الشكر لك يعني تواجدك في هذه البطولة في التنظيم، وهذا التنظيم الرائع اللي قاعد نشوفه منكم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في القادم من البطولات. الله يعطيك العافية وما قصرت، ونشكر تلفزيون دولة الكويت مرة ثانية. أعزائي المشاهدين، لابد أن يكون هناك لقاء مع منظم هذه البطولة وأحد يعني أعلام هذه البطولة دائما ولعبة الكيكشن في الكويت، السنسيد دكتور محمد البناي. نشوف بطولة ما شاء الله بعدد يعني جميل من اللاعبين والأندية، كذلك يعني تزامنا مع الأعياد الوطنية، هل تشوف اللعبة بدأت تأخذ حضورها بالكويت مع الألعاب القتالية دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أبي أشكركم الحقيقة على هذا اللقاء، على هذا الجهد، أنت ويانا من بدايتها بل قبل لا تبدي البطولة وأنت موجودين، جزاكم الله خير. الهدف الأساسي وراء هذه البطولة هو طبعا احنا قلنا احتكاك لبعض اللاعبين، غير أن الهدف اللي احنا معلنين عنه وفعلا هو اللي احنا نبي نعيشه، الكيوكشن تربية. في السابق كانت مجرد قتال والناس يلعبون وقوية وكذا، ومعروفة الكيوكشن بشدتها، غير أن مع الأيام والآن أصبحت الكيوكشن تربية، وهي فعلا اللي يمارسونها لهم سلوك خاص، سلوك إيجابي معين. يعني احنا تخصصنا في نادي الكيوكشن كاراتيه تعديل السلوك من خلال تدريب الكيوكشن، و مثل ما انت شايف يعني
يعني انت اللي تشوفهم هذين اللي احنا نسميهم ابطال وما شاء الله تشوفهم وحوش وكذا، ويعني اول ما يوم اغلبهم ما كانوا كذي. شفت هذه البطوله لولا جهود اولياء الامور ويانا والله ما كانت تصير، اقسمت لك. ها النادي عندنا، مو بس نادي، اقصد ممارسه الكيوكشن بشكل عام لازم تكون عائله. النادي يكون عائلة، المدرب هو الأب الروحي إن صح التعبير للاعبين، اللاعبين يشوفون الله ويشوفون المدرب. إن شاء الله سوى كذي يسوون كذي، إن شاء الله سوى عصب هم يعصبون. سلوكهم غالبا يكون سلوك المدرب، جديتهم جدية المدرب. أي لاعب غالبا يعكس صورة مدربه. أما أولياء الأمور فهو إحنا نقولها رب أخ لك لم تلده أمك، ما يقصرون وياك، ويون ويعطونك من قلبهم، ويون يقول هذا لك العظم، لك اللحم ولنا العظم. والناس يعني ناس يحبون هذا المكان، أو لا الأمور يحبون هذا المكان. لما تدش هني، لما تدش النادي تلاقي كل واحد يحب الثاني، كل واحد يلم الثاني، ما في فروقات، ما في أسماء، ما في أديان، ما في مذاهب، ما في شيء إلا شيء واحد، أخوي كيوكشن بس. شنو محتاجينه عشان هذه اللعبة تصير لها حضور أفضل وأكثر في بلدنا الكويت الحبيبة؟ شنو محتاجينه اليوم؟ الحقيقة في أمور كثيرة نحتاجها، غير أن الشيء الأساسي اللي إحنا نبيه أن يكون هناك توجه كامل حكومي واجتماعي تجاه الفنون القتالية. يعني يطلع أحد كبار الشخصيات ويقول يا جماعة نتمنى أنكم تمارسون الفنون القتالية. ما عمرك شفتها هذه في التلفزيون عدل. ذلك عدم قناعة الجهات الرسمية وكذلك بعض الجهات الشعبية بأن الفنون القتالية تساهم في تطوير السلوك. وإحنا من هنا نقول نرجو أن يكون هناك حملة كبيرة شعبية وحكومية تجاه الفنون القتالية بالذات لكيوكشن كاراتيه، ونأمل حقيقة نتمنى ونريد أن يكون هناك اتحاد كيوكشن كاراتيه. شكرا لكم. تحت شعار الكيوكشن تربية اختتمت بطولة الكويت للكيوكشن بأجواء حبية وتنافسية رياضية رائعة.
وكذلك نبارك لبلدنا الكويت الحبيبة أعيادها الوطنية، أدامها الله علينا بالأمن والأمان. إلى أن نلقاكم بحلقة جديدة من برنامجكم نجوم المستقبل، نترككم في رعاية الله.